بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل وسلم وبارك على حضرة سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين، عدد خلقك ورضا نفسك وزنة عرشك ومداد كلماتك. السادة المتابعين، أهلا وسهلا بحضراتكم. إحنا النهاردة عندنا حلقة مميزة جدا جدا، فيها كلام كبير قوي وكلام كتير قوي الناس بتسأل عنه، والناس في حاجات كتير فعلا الناس مش فاهماها. الحلقة النهاردة زي ما وعدكم الأستاذ محمد عن السحر، واسمحوا لي هنبدأ بآيات السحر، يعني ما جاء في القرآن الكريم. بسم الله الرحمن الرحيم، فلما ألقوا قال موسى ما جئتم به السحر إن الله سيبطله، إن الله لا يصلح عمل المفسدين. بسم الله الرحمن الرحيم، واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر وما أنزل على الملكين ببابل هاروت وماروت وما يعلمان من أحد حتى يقولا إنما نحن فتنة فلا تكفر. صدق الله العظيم. إن شاء الله يا رب الكلام النهاردة يكون مفيد والكل يستفيد منه والكل ينتبه والكل يكون عنده حذر ووعي. مهم جدا الوعي، العلم مهم جدا والوعي مهم جدا، وانك تكون عارف وفاهم ده مهم جدا جدا جدا. يا رب اكون عنده حسن ظنكم في كل الطرح ان شاء الله باذن الله. نرحب بالاستاذ محمد، اهلا بحضرتك. ازيك يا استاذه؟ ازيك، اخبارك ايه؟ تمام الحمد لله رب. جاهز النهارده؟ الله المستعان. الناس بعت لك اسئله كتير والناس عايزه تفهم، وانت وعدتها اكتر من مره. بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل على سيدنا محمد وعلى اله وسلم. طيب عايز ابدا بس من نقطتين مهمين قوي في الاول. مبدئيا كده، ولا يفلح الساحر حيث اتى. يعني مهما طلع، مهما نزل، مهما تشقلب، مهما عزم، مهما، ولا يفلح الساحر حيث اتى. يعني دي بدايه المفروض تبقى نهايه. بس انا حبيت ابدا من عندها عشان كل حد بيسمعني دلوقتي يبقى فاهم كويس جدا ان احنا تناولنا للامر مش من باب تعريف الناس بالعلوم القادرة دي ولا تخويفهم. هدفنا الوعي، رفع الوعي عشان نعرف نفرق ما بين الصالح والطالح في زمن اختلط فيه الحابل بالنابل، اختلطت الألوان كلها ببعضها فبقت كلها اللوح كلها سريالية. فعشان أقدر أفرز اللون السليم من الغير سليم لازم أكون فاهم. فاحنا هنحاول نحط زي ايه، خريطة عامة لموضوع السحر بشكل عام، بحيث ان الناس يقدر تكشفه وتفهمه بشكل سريع وبشكل دقيق. دي نقطة اولى. النقطة الثانية، حضرتك قلتي يعني انك تكون فاهم وانك تكون واعي، ده شيء مهم جدا، بس في نفس الوقت ده شيء صعب جدا. أكيد. وقاسي على النفس جدا. أكيد. ويمكن ده سبب ساعات بيكون لانفعال الواحد. يعني ساعات الانفعال بيبقى جاي من قسوة معرفة الحقيقة اللي انت بتتكلمي عنها، فانت يعني لظروف الشائكة والدوائر الحمراء التي تعيش فيها الأمة منذ 10 سنوات، فبتضطري تقولي ممكن 1-2% وتكتمي الباقي عشان خاطر لو قلت 3% ممكن في عقول تضرب منك او تتفهمي غلط او ما شابه، فبتسكتي. فقسوة السكوت دي مؤلمة خصوصا مع طول المدة دي. بس يعني نقطة احب اوضحها في البداية. فمن هنا انا ده هدفي ان احنا نتناول في الحلقات دي. انا اعتقد ان احنا هستأذنك ان ما اعتقدش ان انا هقدر المها في حلقة واحدة. أكيد. لان الامر انا عايز اتناوله، يعني ايه، عايزين نفرد باتساع. نفرد الامر بكل اشكاله. تمام. عشان كم الشكاوى اللي بتجيلنا كبير ومقلق. كم الناس اللي بقابلهم صدفه، سائق تاكسي في محل بتشتري منه حاجه بتاع والكلام، تلاقي عنده ازمه في الموضوع ده او عنده او بيشتكي من الموضوع ده. فبقت الامور يعني غريبه وصعبه وشديدة، لأنها كمان وصلت مع بعض الناس لأساليب يعني قاسية جدا
وانا هفاجئ الناس ان احنا باذن الله في اشخاص محترمين اسر هينضموا الينا في الحلقات القادمه، سواء لسه بننسق معاهم هيبقى تليفونيا ولا هيشرفونا ويتواجدوا معانا في الاستوديو وحضرتك توجه لهم الاسئله عشان يحكوا لك يعني قصص واقعيه عاشوها وما زالوا بيعيشوها، تمن معرفتهم الحقيقه، تمن انهم فهموا. دي نقطه يعني لازم اسجلها بين قوسين، فلان الامر كبير والامر فيه استهداف لكل من هو فاهم، واستهداف لكل من هو عاوز يفهم، واستهداف لكل من هو يؤدي دور ايجابي او يشجع الدور الايجابي. يعني فلازم نبقى واعيين، دي دايره الاستهداف، دايره واسعه. دايره واسعه مش ضيقه، على الرغم طبعا ان اصحاب الدور في موضوع الوعي والايجابيه هم قله. لكن لما نيجي نبص في دايرة الاستهداف دي دايرة واسعة، حتى القلة دي كلها مستهدفة. حضرتك معايا؟ أنا مع حضرتك. طيب فحضرتك ممكن تبدأي أسئلتك وأنا تحت أمرك وتحت أمر السادة الجمهور في الأسئلة المبدئية اللي من خلالها إن شاء الله نقدر نتوسع في الحديث. هو أنت قلت كلام مهم، أنا هاخد منه خيط إن شاء الله في لما نبدأ. نعم. عشان مش عايز أغفل البدايات. نعم. في ناس بيختلط عليها الأمر ما بين خفة اليد والسحر. جميل، تمام. حضرتك ممكن تفهم بقى إيه الناس؟ ده أول سؤال. طيب ممتاز. طب خلينا أول نناقش أمر خفة اليد، لأن هو ده مش موضوعنا، فعشان ننهيه بسرعة وعشان لأن هو في الآخر مش هياخد مننا وقت، مش هياخد مننا حاجة. خفة اليد ببساطة شديدة يعني هو شخص ربنا اداله موهبة استخدام يديه بشكل سريع في إخفاء أو في التمويه أو في مشابه أو في استخدام أدوات يقدر يخفي فيها حاجات ويطلعها وحاجات مشابه يعني. واوريدي في ادوات دلوقتي بتتباع زي كده يعني. لو دخلنا على امازون او علي بابا او ما شبه من مواقع التسويق الالكتروني وكتبنا ادوات سحريه هيجي لنا بقى كل الادوات اللي بتستخدم في الخدع اللي هي بتشوفها على المسارح. كوتشيره مش عارف فيها استك من جوه ازاي، طاسه مش عارف تقلي فيها بطاطس مش عارف من ناحيتين ازاي، حاجات كده ايه من النوعيه دي. ويمكن يحضرني في امر الناس دي شاب ظهر مع الاستاذ عمرو الليسي من حوالي سنتين اسمه عزام، انا بتذكره، وكان بصراحه موهوب يعني ما شاء الله عليه، وكان بيستخدم تلك الحيل والادوات بحرفيه عاليه جدا. الولد بعد فتره عمل فيديو على السوشيال ميديا وقفل حساباته كلها، انه كان في شبه حاله انهيار من كم الطلبات العبثيه اللي جات له. انا عايز اتجوز، انا عايز اتطلق، انا عايز اخلف، انا عايز طب هل ده يأس ولا هل ده ضعف ايمان؟ ما هو ويعني ما هو كلام ما كتير قوي بيفتح كل كلمه فيها كلام. احنا جايين بقى عشان هي ايه الحلقات دي هدفها الاجابه على اسئله بتدور في الذهن كتيره. تمام. وهدفها كمان توضيح المؤامره من خلال مواقع السوشيال ميديا، لان في مؤامره من مواقع السوشيال ميديا ومن الميديا في مؤامرة بتتنفذ على الناس. تمام. فهنوضح، مش هقول تفاصيلها، هنوضح عناوين المؤامرة دي، إشارات فيها بحيث ان الناس تقدر تفرز بعد كده ما بين الغث وما بين السمين، يتعامل مع ايه وما يتعاملش مع ايه. فمعلش احنا كنا وقفنا فين؟ احنا كنا في حتة ان عزام قفل حساباته كلها. الراجل خلاص بقى يعني مش كده يا جماعة الموضوع، انا راجل لاعب خفة يد، مش مانيش انا مش مش اللي انتوا بتتكلموا فيه ده خالص يعني. الناس بدات تطلب منه حاجات، طب وحول لنا فلوس وحاجات غريبه يعني، حاجات ليه هو عمل تريكه مش عارف 50 جنيه حولها 100 ولا 20 حولها 50، مش متذكر يعني. برضه هي في حاجه بتتباع كده بتعمل التريكه دي. فالراجل خلاص قفل كل، الراجل قال لك انا مهندس وخلاص انا راح اشتغل في الهندسه. طب يعني هو ده مش علم التخيل؟ طيب والتخيل؟ لا هنخش بقى في علم التخيل دلوقتي. طيب اللي هو في ناس بقى بيمارسوا الاثنين مع بعض، بيمارس خفه اليد مع علم التخيل. يعني احنا لازم نفرق بين ثلاث حاجات، بين في خفه يد وفي علم تخيل وفي واحد يمارس الاثنين سوا وفي بقى ايه السحر او الضرر او السحر بنسميه الايجابي اللي احنا هنجيله دلوقتي. نيجي بقى للسحر نفسه. تمام. هنلاقي ان السحر تعريفه
وانا قصد اجيب تعريفه بشكل أصل السحر. تمام، اتفضل. بسم الله الرحمن الرحيم. لغة هو كل أمر يخفى سببه، يعني شيء يحدث قدامي مش عارف سببه إيه، يبقى ده في لغز هنا، لغز يؤديني إن في ورا منه سحر، حدث شيء ما قدام ما عيني مش قادر أفسر سببه إيه. زي ايه طيب مثلا؟ زي مثلا مش عارف كورة اتحولت حمامة، ما دي بقى ما مش ادوات اتحولت، مش ادوات مش عارف شال غطا ايه وحط ايه، لا ده انا كوره في ايده وعامل مش عارف ازاي ايه راح محولها حمامه. يعني دي ده مثال مثلا. تمام. زي مثلا اللي عمله ديفيد كوبرفيلد في الحفله اللي ودع فيها الناس وراح مروح الاوتيل طيران متشال. هو ده تخيل، بس هو هل ده تخيل؟ لا هو متشال فعلا، بس محدش شايفه متشال ازاي. هو هيئ لهم ان هو ايه طاير، خيل لهم انه طاير. ده كان بالجن بقى. نعم. زي الموقف اللي حكاه مولانا الشيخ الشعراوي رحمه الله عليه، رحمه الله عليه، لما كان في بيحضر بعثه في اعتقد في الهند او في باكستان، وقالوا له هنا في ساحر هندي مش عارف وحكوا له عنه جامد جامد جامد، فراح شاف بيعمل ايه يعني، فلقى الساحر ده معاه عيل صغير ومعاه عصايه، فلقى الساحر بدأ يعمل حركات بالعصايه معينه كده، بدأ يغزل حاجه زي القطن، ومن القطن ده بقى يغزل بقى زي الجبل، وبدأ الطفل ده يطلع يتسلق، كأنه طلع على سلم. طالع على ده ولا وبتمشي عليه وايه ونزل، فروح فقالوا له ها ايه رأيك في الكلام؟ قال لهم لا انا بكره عايز كاميرا الفوتوغرافيا. هو بكره هيشغل البتاع دي تاني؟ قالوا بكره هيعملها تاني. طب هاتولي بكره كاميرا ايه؟ فوتوغرافيا. ايوه فاكرها طبعا. وصمم وايه وخليها وايه وراح لقيتها حمض، لا مفيش ايه مفيش حاجه. كل ده تخيل الجن. الجن يقدر يتشكل في اي شكل انت شايفاه، هو معاه قطنه قد كده، القطنه دي قد كده، ومن غيرها راح غازل شكل الجبل على شكل القطن، خلاص هو التاني خد القطنه دي ودخل فيها وتمدد بالشكل ده قدامي. ربنا مديله الخاصيه دي لانه مخلوق طايفي يقدر يتشكل. وطبعا مش محتاج اشرح بقى ايه الفوق بنفسجي والتحت تحت الحمراء والفوق بنفسجيه ودرجات الناس مش السمع فاهمة. والبصر والكلام ده. لا لا ما هو ما ده احنا ده موضوع تاني والناس مش فاهمة برضو في حاجة. لا ما هو دي احنا ليه مش شايفينهم؟ لان هم درجات الترددات بتاعت جسمهم اعلى سرعه من اللي تجيبه عنا. انا بلخص يعني، زائد الالوان الطيفيه، احنا بنشوف 7 درجات للالوان، لا هم فوق السبعه، اللي فوق السبعه دول الملائكه، اللي تحت السبعه اللي من النور، اللي تحت السبعه دول اللي من النار، فاحنا لا بنشوف فوق السبعه ولا بنشوف اللي تحتها الا اذا رفعت لنا الحجب. احنا جايين في الكلام لسه. الا اذا رفعت لنا ايه؟ الحجب. الحجب والحجب 7، عشان برضو يبقى زي ما السماوات 7 زي ما الأراضين 7. وصل الكلام؟ تمام. الحمد لله الحمد طيب. لله. يبقى ده سحر التخيل زي سحرة موسى بقى. كسحرهم كان قايم على ايه؟ على التخيل، على ان هم ويسترهبوا الناس، يعني يوقعوا الخيفة في القلوب. تمام كده؟ طيب يبقى ننقل بقى على الايه، على التعريف بتاع السحر تاني، وهو في قلت الاصطلاح. لغة ده في اللغة اصطلاحا بقى. هو المخادعة والتخيل او عزائم ورقى وعقد تؤثر في الابدان. انا عايز نركز في النوع ده، واسميه من العلم علوم الشر. بيعمل ايه بالظبط؟ ايه يعني ايه الاستخدام بتاعه؟ يستخدم في التأثير على الأبدان والقلوب، فيمرض ويقتل ويفرق بين المرء وزوجه، ويأخذ أحد الزوجين عن صاحبه. السحر ليس على درجة واحدة، فيدخل فيه أنواع كثيرة متنوعة في أشكالها وطرقها، لذلك أوصلها الرازي إلى 10 أقسام، ومنها من أوصلها إلى 13 قسمة. وذهب ابن عاشور في تفسيره أن السحر لا يخرج عن 3 أصول، وجميع أقسام السحر بمقتضى دلالة النصوص تعود إلى نوعين: إما سحر حقيقي يؤدي إلى ضرر، مرض، موت، فرقة، تجميع، حزن، فقر، وقف حال، وما شابه من أفعال الضرر.
أو خيالي هو السحر المبني على التمويه والخداع والتخيل الذي لا حقيقة له، كما قال تعالى عن سحرة فرعون. يبقى إحنا كده خدنا مجمل مفهوم ومفهوم السحر. السحر جميل. في وسط الكلام هنا عرفنا إن في سحر الضرر، وفي سحر المرض، وفي سحر الموت، والحزن وفي والفرقة الفرقة والتجميع والكلام ده كله. عايز أقف عند اتنين تحديدا، يعني الموت والتجميع مش الفرقة. الموت يعني يقال في الأثر، يقال في الأثر أن سليمان عليه السلام عليه السلام قبيل أن يهاجم الجن صراحة الأرض، أو بمعنى أدق يهاجم الشياطين، طبعا بعدما استجلبهم كهنة بني إسرائيل، عشان بس الناس مش فاهمة الشياطين هجمت إزاي. الكهنة استجلبوهم، حصل من الكهنة والشياطين مؤامرة على سيدنا سليمان في قتل جنينه في بطن أمه. كان عنده زوجته حامل، فقتلوا الزوجة بالأم. إزاي؟ أرسلوا شيطان في دخل اخترقها، اخترق الرحم وقتلهم من جوه. ده الأسلوب. يبقى ده أسلوب في القتل. ممكن واحد اللي هو يقول لك إيه، أصل ده مات مش عارفين مات إزاي، ده مات بالسكتة القلبية. طب ما معنى يعني ممكن الناس تطبق كلام حضرتك اللي مات بسكتة القلبية ان هو دلوقتي كل الموت لا مش يبقى كده؟ كله، لا انا بتكلم عن شخصيات يعني. طب وهل ده يعني اصلا ساعات برضه مثلا في ممثلين اجانب تسمعي ايه ده مات كده، ايه مات كده، يعني ده كان نايم او دخل بيته وما خرجش، وهو مثلا كان صحته كويسه مفيش حاجه عليه، يقول لك ده كان، ويقول وهو يقول لك كده صح، سكته قلبيه مفاجئ، سكته دماغيه مفاجئ. اكم من مشاهير بنسمع عنهم كده. انا مش بتكلم على حالات عامه، يعني مش مجمع الشعب. وهو حاله سيدنا سليمان حاله عامه. لا ما مش هم حاله لو عامه. يقدروا يعمموها ما كانوا خلصوا من البشريه. ايوه صحيح صحيح. ليس لك عليهم سلطان. هو عشان يعمل ده بيعمل مجهود فوق الخرافي، فوق الخرافي، لانه ملوش سلطان. ف من هنا ممكن يقتل. تمام حلو. وفي بقى اللي بيجمع ده، ايه اللي بيجمع ده، ايه ظروفه؟ زي بتلاقي كده في اعلانات على قنوات فضائيه يقول لك ايه، جلب الحبيب ورد المطلقه والهطل اللي شغال ده. تمام. هو من الاخر بيسلط عليه شيطان يلغي ارادته عشان يفعل اللي صاحب الطلب عاوزه. لو هي عايزه واحد، الواحد بيجي لها ازاي الواحد ده؟ شيطان بيتسلط عليه والعياذ بالله يلغي ارادته تماما. بيحصل يعني وكتير والناس بيحصلوا كتير. احنا باذن الله من ضمن النماذج اللي هنعرضها نموذج كده. ماشي؟ تمام. بس طبعا كله في وقته، يعني عشان الموضوع يعني ايه، انا الاول قبل ما اعرض نماذج عايز الاول الناس تفهم. طيب تمام ماشي كده؟ توكلنا على الله. تمام. فاديني بس مساحتي في توضيح يا الحته دي. فندم كل المساحة. الله يخليكي. فبالتالي انت الست اللي بتعمل العمل ده عشان خاطر تجيب فلان يتجوزها، هي جابت شيطان يتجوزها، والعكس صحيح. والعكس صحيح، لو الراجل هو اللي عمل، انت ما اتجوزتش الفلانه اللي انت بتحبها، انت اتجوزت شيطان. ولازم نفهم ان الشيطان مخنث، يعني ما عندوش مشاكل. هل يدوم طيب الزواج ده؟ والله طول ما العمل قائم وطول ما التاني غفلان. هو العمل طب بيفضل قائم طيب؟ والله بص يا استاذه، يعني اصل المواضيع دي بقى ايه، عايزه تخصص اكبر مني في الحته ديت، لان طيب. في اعمال بتموت او بتفشل بموت اللي عاملها. بيبقى هو اصلا اسر الشيطان اللي هو بينفذ العمل ده، فبمجرد ما بيموت الشيطان بيخالع بيفر. تمام واصلكي. وفي لا، في بيبقى مربوط او متعزم بعزيمه اشد من كده. حضرتك فاهم قصدي ايه؟ فاهمه قصد حضرتك. طب اسال انا طيب في الكلام اللي حضرتك قلته. طب المجتمع مشغول قوي بقى بالحاجات دي وبقى منتشر جدا جدا وكتير. طيب يعني ليه؟ الاختراق الروحي. يعني ده جاي من ايه؟ هقول لحضرتك، جاي
بس يا ارجو بقى ايه الناس يعني تتوسع مداركها معايا شويه. انا عشان اثر في نفوس الناس لازم اخاطبهم، لازم اخاطبهم. في العصور اللي قبل التكنولوجيا وقبل العصور الحديثه كان مساله مخاطبه الناس بتاخد مجهود، بتاخد وقت، يعني لازم تجمعيهم في مكان ولازم يبقى ليهم نقطه تجمع، واللي هيتكلم ده يقف مش عارف على حاجه عاليه عامله ازاي عشان خاطر يتكلم. فعشان انا بس فيهم فكر سلبي كان امر صعب، كان هيبقى امر زي يعني مش هينفع مثلا لو جينا مثلا من 200 سنه ان جماعه ماسونيه مثلا من الجماعات الماسونيه تروح واقفه في الشارع واقف واخد عمود وواقف يدعو في الناس ويقول لهم احنا جماعه، مش هيموتوه. حضرتك فاهم قصدي ايه؟ ايوه فاهم. لكن جماعه تدعو للدين تعمل كده، وكان زمان في مصر في كده، تبقى ماشيه في الشارع تلاقي واحد واقف بينادي مثلا بمدرسه فكريه معينه او بيبشر بحاجه معينه، عادي في ناس كانت كده اللي هم ايه بيقول لك ايه دول الدراويش، كان يتقال عليهم كده ماشي يعني اوكي، لكن مش بيعمل حاجه يقول لك تعالى اعلمك السحر، طب تعالى بص تعالى الفكر العلماني، تعالى الفكر البتنجاني، لا مفيش كده. ما ليه؟ لان الوسائل التواصل مع الناس وخطاب الناس محدوده وضيقه، يتحكم فيها كمان الحاكم. الحاكم بيخطف في الناس منين؟ من المسجد. وتتوزع الكلمتين اللي هو عايز يقولهم، لو في قرارات في بتاع بتتوزع بقيه المساجد او بيمشي فيها بقيه المناديه، فخلاص الجهاز الاعلامي واحد، البوخ الاعلامي واحد. مع العصر الحديث والدنيا عرفت الاعلام وعرفت وسائل التواصل اللي هي ما قبل التكنولوجيا الحديثه، ما قبل يعني الجيل الانترنت والموبايل والكلام ده، بدات مدارك الناس تتوسع، وبقى في نافذه كبرى لابليس والدجال لبث الايه؟ السمو. فبدا من خلال الفن ومن الاعلام يبثلك افكار تعمل ريبليسمنت في التفكير، في قواعد التفكير عند الناس. في قواعد التفكير، يعني مثلا هتلاقي القرن العشرين اخلاقيا كان بدايه التحول من الحشمه والوقار الى التبرج. ايه السبب؟ الميديا. مفيش حاجه، مفيش سبب اخر. لولا ان الناس بدات مع بدايه العشرينات والثلاثينات تشوف افلام فيها مثلا ممثله لابسه كات سايبه شعرها، ازاي؟ ما هي اصلا بتنزل باليشمك والبرقع والحاجات دي، يعني ده المنطق. ان فلان بيقبل فلانه، ان فلان بيعزم على بكاس من الخمر على فلانه، ان بقت في ثقافه داخله على الناس، حتى لو كانت الثقافه دي موجوده في المجتمع لكن في نطاق الاثرياء قوي اللي هم عايشين حياتهم من الاليت النخبه، ما ينفعش نعممها. ما ينفعش اقول اصل ايه انت قلد دول. فبدا مع الوقت المجتمع يغير، البطن تقلب، البطن تقلب، البطن تقلب، لغايه ما وصلنا لمرحله الستينات والسبعينات وبقى في انفلات. مع ظهور بقى الفيديو، مع ظهور الفيديو، انا عايز الناس بس تركز معايا، ان انا ممكن اقول لك ايه هو ايه الكلام اللي بيقوله ده بعيد عن الموضوع خالص، لا مش بعيد، انا داخل في صلب الموضوع، بس انت خليك معايا. اكيد الناس مركزه مستنيين الكلام يعني ده، يعني ايه خليك معايا للاخر عشان انا هوصلك الموضوع. الخلاصه حصل تفريغ للقواعد الايمانيه والاخلاقيه. تفريغ من خلال شاشة التلفزيون بداية، لغاية ما وصلنا لشاشة الموبايل، من أول شاشة التلفزيون، من أول شاشة السينما إلى شاشة التلفزيون، لغاية ما وصلنا لشاشة الإيه؟ الموبايل. من أول القناة العامة لحد الموقع الإلكتروني الخاص، لحد الغرف السرية. أنا خديها بقى ال 120 سنة دي، عملية تفريغ وإحلال أفكار جديدة. التفريغ ده، التفريغ الايماني ده واحلال الافكار الجديده دي عملت ايه عند في النفوس؟ خلاص ما بقاش فيه رصيد روحاني وايماني في النفوس، فبقى كله بيدور على غايته بالوسيله بقى اللي تتاح له. مع انتشار هذا الامر وفاعليه
بكثرة نتيجة ايه؟ العمالة للشيطان. ما هو اللي بيعمل كده عميل للشيطان رسمي. طب انا يعني هرد بجزء صغير، ده ياخدني ان في طرف منتصر على طرف، يعني معنى ذلك ان الباطل طول السنين دي بيرتقي بقى وتكنولوجيا ويعلى يعلى، هل الباطل انتصر على الحق؟ ممكن حد يسألك السؤال ده. طب فين الدافع، فين قوة الدفع، قصاد فين بقى؟ طيب طبعا سؤال حضرتك جميل جدا ومميز يعني طب ومنطقي اكيد. السؤال له في اجابته يعني سمحتي لي له اكتر من محور. اولا عايز ابدا من عند ان الله لا يغير ما بقوم حتى حتى يغيروا ما يغيروا بايه؟ ما بانفسهم. بأنفسهم. وهرجع تاني اكرر اللي قلته من حلقتين مع حضرتك، وحضرتك قلت لي قساوة على الناس. ربنا مش هيحاسبنا يا جماعة، ربنا هيحاسبنا فرادى، هندخل عليه فرادى. كل واحد هيبقى مسؤول عن اللي عمله في الخاص وفي العام، فغير من نفسك خاص وعام. ما تغيرش نفسك خاص بس، مش تغير من نفسك خاص وتتهمل العام. دي نقطة أساسية مهمة في الموضوع. النقطة التانية، احنا العموم في الثقافة العربية والمصرية لم نرث من آبائنا ثقافتهم بمعنى كاملة. يعني ترسيخ المبادئ والأخلاق من جيل عند جيل بيقل مع مرور الزمن. هتلاقي إن الجيل اللي قبل منك رسوخ المبادئ والاخلاق عنده اعلى من الجيل بتاعك، واللي قبل منه هكذا، واللي قبل منه هكذا. ففي غيبة في فكرة توريث المبادئ والاخلاق، الاصرار عليها. يعني ايه؟ تلاقي مثلا الاب والام مهتمين جدا، انت اكلت وشربت وذاكرت واستحميت ولا لا، لكن صليت مش مهم، كذبت مش مهم، ضربت زميلك في المدرسة بالعافية وخدت منه القلم بتاعه مش مهم، عكست بنت جيران مش مهم، انت شديت شعر زميلتك في المدرسه عادي. لا، طب ما احنا يعني الأسرة نفسها ما بتجتمعش علشان نقول لا انا بتكلم عن امثله دلوقتي، امثله عامه يعني، امثله عابره، مش بالضروره نحدد حالات خاصه. أما أنا ما بس قلتش حالة اقصد ايه؟ خاصة. في سلبيه في التعامل مع فكره التربيه. التربيه انت مش بتربي كائن حي وخلاص. لا، ده بيربي انت للاسف لو بتربي خروف هتتنبأ بالخروف ده، وهتحميه كل اسبوع 10 ايام عشان خاطر ما يجيلوش مش عارف حاجه، وتجيب له الحلاق عشان يجيب له كده، وتقعد تغني له. ايوه مش بهزر، هو كده ربنا عايز منا. خلق الخروف ده محتاج الاشياء دي عشان يبقى خروف عدل ويديك اللي انت محتاجه منه. برضه هرجع ارد على حضرتك واقول فبالتالي ابنك ده وانت بتربيه ما ينفعش تربيه في اكل وفي شرب وفي تعليم وفي لبس وفي صحه وفقط. لا، في ما هو اسمى، في ما هو اعلى. الاول اديله الاسمى والاعلى، وبعدين بقى اهتم بده. زي ما قلت قبل كده، اهتم بقضايا دينك، وبعدين اهتم شوف قضاياك الشخصيه. اهتميت بالكبير الصغير سهل، لكن طنشت الكبير خالص وعملت من الصغير كبير، عيش بقى اجري، روح بقى للسكك اللي ايه انت حضرتك بتتكلمي فيها دي. فمن هنا انتشر فكر السحر وفكر التنجيم والكهانة والعرافة والدجل والشعوذة، بالإضافة بقى لغياب الأقطاب والأولياء. كل ما الزمن قبيل سيدنا الإمام تفرغ الأرض من بالبلدي، أنا هتكلم بالبلدي، بالناس التقال. طب ما هيبقى كده المسرح فاضي للجبهة التانية. لا طيب انا عايز اقول ايه، خلينا احنا عايزين نبسط بس الامور نبسط الامور، نبسط هنبسط للمشاهد. هنبسط. اما يبقى عندك في عصر واحد في مولانا بالقايد، تلميذه مولانا الشيخ الشعراوي، تلميذه مولانا الغزالي، في عندك شيخ الازهر مولانا جد الحق، ومش هقعد اعد بقى اسماء من اولياء، دول اولياء تقال تمام، ليهم ثقلهم في الع... في 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 العالمين. ماشي كده؟
فدول أذكارهم وخلواتهم وبركاتهم بتمنع أذى وضرر كتير. لما بنفقد واحد منهم بنفقد ما كان يصنعه وما وأثره. إن ما كانش له وريث على نفس القدر المكان بيفرغ. طب معنى كده ان مفيش تانيين؟ لا، فيه، بس اقل قدر. فاقل مع شراسة الهجمة اللي بدأت من سنة 2000، انا بتكلم في السحر. والهجمة دي بدأت من زيارة بابا الفاتيكان. اول ما جه بابا الفاتيكان لمصر انتشر الموال ده زي النار في الهشيم. ده كان علامة مثلا يعني؟ ده هو جه عمل حاجة. هو جه عمل حاجة. وانا ده يقيني، يعني ده يقيني ومعلومة معايا من سنة 2000. مش بقول بقى معلومة معايا امبارح. لان هو اصلا لما نيجي نناقش الفاتيكان، الفاتيكان اصلا قايم على ممارسة طقوس لعبادة الشيطان، اللي هو الموضوع المرتبط بالنيل، المية اللي ألقيت في النيل. قد والله العليم تفاصيله ايه؟ ممكن يعني ده ممكن في ارض المطار، ده ممكن يكون هو نفسه في حاجه، وكل ما يخش في مكان بيسيب اثارها. يعني موضوع كبير، يعني مش طيب، مش بالضروره يكون كده. يعني ان انا اسيب اثر الشيء اللي انا عايزه ده سهل، ده شويه بودره. اخش في كل مكان كده داخل فيه شويه شويتين بودره بس هيترش خلاص. الموضوع خلص يعني، شويه بودره الهواء هياكلهم، باي باي. دواري بقى عليهم. فهمت قصدي ايه؟ فهمت حضرتك. طبعا في ناس ممكن تهزأ من كلامي، براحتك اهزأ، بس قبل ما تهزأ من كلامي لو سمحت اكتب كده قداس عيد القيامة او عيد الفصح من داخل الفاتيكان في السنة اللي تعجبك. يعني اختار، حط السنة اللي انت عاوزها واسمع القداس كويس وترجمه بس. شوف قول لي ده ايه، وقول لي الناس دي بتعبد مين ومين المسيح بتاعهم. وبعدين بقى تعالى اهزأ مني واسخر واتريق واتهمني. الناس تتهمني لو سمحتي، بعشق الحته دي. اتهمك يعني بايه بقى؟ بأي حاجه. يعني اصل انا هنا دلوقتي ممكن تتهمني مثلا ان انا ايه، بكفر المسيحيه عادي، او بتعدى على الدين المسيحي، وارد. يعني فاهمه، وارد تلاقي ناس تطلع لك من الهفاءات واللي فاكرين نفسهم بيفهموا يقول لك كده. اوكي، لا، خلي يكون في مساحه للحوار، في مساحه للاحترام قبل مساحه الحوار. انا قلت كلام واضح اهو. قداس عيد الفصح في اي سنه تريدون، ونسمع القداس بيقول ايه ونترجمه. تمام، ونشوف الكلام ده الناس دي بتعبد مين ومن هو مسيحهم. بس ادي ايه ما يخص بابا الفاتيكان والفاتيكان عشان نعدي من المرحله دي. طب نرجع للسؤال اللي انا سالته لحضرتك. قلت لك يعني في صناعه بدات من السينما لشاشه التلفزيون. نعم، في صناعه وفي تركيز في لانجاح الصناعه دي. نعم. طب في المقابل في ايه يعني؟ للاسف الشديد جدا احنا كامه عربيه واسلاميه ما عندناش، لا ما عندناش اراده التصدي. اراده التصدي يعني حتى لما بنعمل عمل سينمائي له صدى في نفوس الناس، لازم بعد كده تلاقي فصيل طالع يشوهه. ودي امثله. كم الحملات لتشويه فيلم صلاح الدين الايوبي؟ كم الحملات لتشويه فيلم عمر المختار؟ كم الحملات لتشويه فيلم الرساله؟ عدي ولا يعني، افتح اليوتيوب والفيسبوك واكتبي بس كده اسم من دول. دي مش هتخلصي، مش هتخلصي. ليه؟ وتحسي ان الهدف ان حتى الرمزيه في صوره فيلم لا اضربها. ايوه، ما هو ممكن برضه مؤلف، لكن احنا نحيي البتاع اللي كان في الشنطه يا فندم ونسقف له. ايه بقى البتاع اللي كان في الشنطه؟ اما يكون في فيلم فيه واحده بتخبي على جوزها ان هي حاطه مش عارف ايه وفي ايه، ما انت قلت لي خليك كويس. لا كويس اهو. لا لا خليك كويس. احنا نحيي الحاجات دي، نحيي فيلم فيه واحد طالع لمؤاخذه ان هو مش كويس. انا مؤدب اهو. لا بس برضه هرد على حضرتك، برضه سينما، برضه يعني مثلا السينما الهنديه قدمت فيلم تقريبا كان اسمه بي كي، يعني كان في جزء مهم جدا، يعني تناول وطرح الموضوع بشكل يدعو الجميع لمتابعه الفيلم ودخول السينما والى اخره. قصاده بقى كام فيلم خرج من السينما الهنديه في نفس السنه يدغدغ الكلام ده خالص. كام فيلم؟ ماشي، بس في
فيلم اتعمل، انا بتكلم على هنا، ليه مفيش تناول؟ ده دي تناول فردي يا استاذه، دي حالات فرديه. زي مثلا كده ما نيجي نقول ايه مثلا فيلم الرساله، هل ده عمل مؤسسي ناتج عن مؤسسات الامه العربيه والاسلاميه ولا اجتهاد مصطفى العقاد الله يرحمه؟ اجتهاد. وبتشتم وبتهزق وبتكفر، وحتى وهو ميت، حتى وهو شهيد وكلنا عارفين ان هو تم اغتياله. برضو انا يعني هقول طرح ان ما انت ما تنقلنيش في الفكرة او في المؤلف، ما ينقلنيش لعهد هو مش بتاعي ولا بتاع مثلا لغاية الجد الخامس في فيلم مثلا حتى بالزي، يعني فيلم الرسالة و الى اخره، ما تنقلنيش النقلة دي فأنا مش هستوعبها. فبالتالي اللي عنده 20 سنة مش هيستوعبها، اللي عنده 25 سنة مش هيستوعبها، وممكن حد عنده 30 و35 بيبقى مش حابب أصلاً. طب ما أنا أوصلها له بطرق تانية تتناسب مع التكنولوجيا اللي أنا. أوكي، حضرتك بتكلميني فكر مؤسسي. لا يا فندم، ده فكر أشخاص. لا ما ينفعش، اصل فكر الاشخاص ده انت كده متوقفه على مثلا سين من الناس تجي له الفكره اللي حضرتك بتتكلمي فيها دي. ما هو دي سين وسين 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 يا فندم، ده فكر المفروض للعموم، ده فكر مطلق لا يعني. هو معلش انا اسف، يعني هو المتصور ان هوليود فكرها اشخاص واهم. لا طبعا، في ترابيزه عمل سريه كل بيقعد عليها ومهام بتتوزع. مهام بتتوزع. احنا حتى ما عندناش لا سريه ولا علنيه. ولا مهام ولا احنا مهام. السوق بيقول ايه؟ طيب السوق بيقول ايه؟ فاحنا بنقدم في السوق ما يجذب الغرائز عشان نبيع. يعني أنا بس من الطرح يعني والأسئلة. حتى طرح فكرة السحر في السينما طرحت بالمفهوم الخاطئ. طرحت بالمفهوم الخاطئ. بالمفهوم اللي يخوفك من الأمر، يخليكي يا نهار اسود كده يعني، عارفه خطأ، ده خطأ. السحر ده من الآخر يعني. شوية عيال صغيرة جماعة طوب وواقفين بيضربوا بيه الهرم. هو ده السحر. شفت الطوب الصغير ده اللي هو إيه الحصى ده؟ هاتي مليون طفل ويدي لكل واحد فيهم 100 حصوايه، يبقى مع في كام مليون حصوايه؟ 100 مليون حصوايه. 100 مليون حصوة. ويخليه يضربه في الهرم. مش هقول في الجبل، لا في الهرم، اللي هو ممكن يقع يعني، يتزق فيقع. وروني. ده السحر. بس في الاخر في صداع يعني. ما برضو صوت الضرب ده والرق الطوب ده في عمل دوشه يعني. فاحنا عايزين ما نحبش الدوشه، هنحب نعيش في روقان. دي كل الفكره. فهخش على الناس بقى مبدأ والسحر والسحر كلهم سفله ما لهمش اي لازمه خالص. يعني ايه سفله ما لهمش اي لازمه؟ ليه؟ لان هو عشان هنا بقى النقطه اللي عايز انقل عليها عشان الكلام ما ياخدناش في حته تانيه. اتفضل. الساحر طالما هيعمل سحر حقيقي او سحر تخيل لابد ان يسجد للشيطان. واضح؟ واضح. والعهد مع الشيطان درجاته ومراحل حسب قوة الشيطان اللي معاه، حسب في بقى من إبليس وانت نازلة، حسب وده هيعمل ايه وايه القصة معاه. ففي بيبدأ من عهد بسيط لغاية ما نوصل لفوق خالص، وده هنيجي بقى فيه التفصيل. بس اللي انا عايز أكد عليه ان العهد ده لابد ان يكون في دماء، لابد ان يكون في نجاسه وكفران. معايا؟ معاك. لان الشيطان ايا كان درجته والعياذ بالله من الشياطين انس وجن، عشان يضمن ان اللي قدامه ده بقى معاه لازم يكفره عشان يديله الحاجات. خلاص بقى فهمتيني؟ واللي مش واللي عاوز يقرب المسافه يتفرج على الفيلم موعد مع ابليس بتاع محمود محمود المليجي وزكي رستم. بيتفرج عليه كويس كده ويفهمه. ومنين وليه زكي رستم اتعمى في الاخر؟ ليه؟ لانه نقض العهد. فكان عقابه انه
انه يفقد بصره من الثاني. م. بس نقض العهد فقد بصره ولم يفقد ايمانه. هو دي رساله الفيلم في الاخر. م. هو دخل في عهد معاه في الاول، الثاني استدرجه وجابه، ففي النهايه لا. طب ايه؟ هتفقد بصرك. فقد بصره بس لم يفقد ايمانه. دي كانت رساله الفيلم او الخلاصه يعني. والعهد مكتوب، العهد مع الشياطين مكتوب تمام، موقع بالدم من الطرفين. عشان لما جينا اتناقشنا مع دكتور محمد في الموسم الثاني عن الواد اللي كانوا داسينه باسم علاء، وكانت العمليه بتاعته اسمها علاء الخروف، وكان عايز يدعي المهديه، وجبنا ورق مكتوب بدمه وان هو ماضي بالدم وباصم بالدم ومش عارف ايه، الناس طلعت سخرت مننا. لا، ارجعوا بقى اسخروا من فيلم ما مع ابليس. لا طب لا، حضرتك فاهم انا عايز اقول ايه؟ انا فاهمه. عشان بس ايه، للاسف الشديد الـ 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 الساحه بقت مليانه ناس ابواق هوا، ابواق من الهوا. حضرتك عارفه ماتشات الكوره بيبقى فيه صوت نفير كده بيتسمع في بعيد كده، بيتسمع مزعج كده، هم كده بيخليكش عارفه تتفرجي تركزي في الماتش، انت بتشجعي ومبسوطه بالتشجيع اللي هو انت في الاستاد ده، بس اللي بيدق النفير ده بيدقه في دماغك. فهو دول كده بينغصوا عليكي الحقيقه، عاملين دوشه بس. فهنعمل ايه؟ قدرنا. نسأل الله العفو. نسأل الله خلاص. نسأل الله والله. ان شاء الله كل واحد دي يومه يعني وهيتظبط. طب في اساليب كتير قوي منتشره منها النصوص الالكترونيه، احنا هنبدأ طيب بالجزء ده. لا بس الاول بس ايه، عايز اوضح بس قبل النصوص الالكترونيه ايه هي التعويذه؟ طيب اتفضل. باختصار شديد يعني عشان ما نقعدش ايه نخش في تفاصيل ومش هتلزمنا في حاجه. هو رقم موبايل الشيطان اللي بيحصل من خلاله التواصل، اللي بيفتح البوابه معاه، اللي بيفتح الكونتاكت ما بين الساحر وما بين مين؟ الشيطان ده. اللي يفتح باب الاتصال الاول. وفي تعويذه ثانيه تخليه ينفذ بقى اللي هو ايه؟ مطلوب منه. بس يكون هو بيقدر عليه. يكون هو بيقدر عليه، ركزي في دي. لان لما نفهم نقرا القران الكريم مع سيدنا سليمان هنعرف ان هم درجات. في البناء، في الغواص، في بتاع يعني ايه، في عفريت، في المارد، يعني في اشكال والوان من الجن والشياطين. فهم درجات وقدرات. هم درجات وقدرات. قدرات ما بين القوه وما بين السرعه. ده حسب ما يتلو يعني في التعويذه، حسب هو طالب مين ولا العهد بتاعه مع ايه؟ العهد بتاعه مع اي نوع من انواع الشياطين. وهما بيسموا الشياطين ثلاث انواع. في الشياطين عندهم ثلاث انواع. الشيطان اللي هو نقول ايه؟ اصحاب الشغل القذر الاسود العنيف. وفي نقول بتوع الاذى، الضرر الخفيف. وفي اللطيف. ايه اللطيف ده بقى؟ اللي هو بتاع التخيل. اللي بيخش في قصص التخيل. ده دمه خفيف يعني. فكده فهمنا التعويذه باختصار هي ايه؟ فهمناها. طيب. وفي الغالب التعويذه دي بتبقى مصوره. طيب عشان احنا قدامنا 5 دقايق، احنا هننقل بعد اذنك على الدائره السحريه للساحر. جميل. الدائره السحريه للساحر دي بيبقى عاملها في المكان اللي هو بيمارس فيه الزفت الايه؟ بتاعه. الطقوس بتاعته. ما يعملهاش في حته ثانيه. يعني مش هينفع ينتقل لمكان اخر. يعني مش هينفع مثلا وهو قاعد مثلا في حته كده يقول لك ايه، طب انا هسحر دلوقتي على فلان. لا. مش هسمع كده. فاهم قصدي ايه؟ لكن هو يبقى معاه حاجة مجهزة من الأول. جاي بيها. حاجة يعني ايه هي دائرة السحر دي؟ نقطة بيقعد فيها. وأعتقد في أفلام زي ديمون أند أنجلز في إشارات للي أنا بقوله ده. نقطة بيقعد فيها وابتدي يرسم دايرة على الأرض أو يحط لها أركان نقط كده معينة، دايرة ديت، وبيبقى تحصينه بالسحر من الجن، من الشياطين، بحيث ان مفيش حد يخترق المجال بتاعه وهو قاعد ايه؟ وهو مين هيخترق المجال بتاعه وهو قاعد كده؟ ما ممكن له عدو بعت له شيطان تاني. ما هو له. ايوه، اوعوا تفتكروا تراهم جامعه وقلوبهم ايه؟ شتى. هو كان باعت حاجه واتردت عليه.
فعايز يامن نفسه بس في الايه، في الدقيقتين اللي هيعمل فيهم الحاجه دي، عشان ما فيش حاجه تعكنن عليه. ايه اللي يعكنن عليه؟ واحد محصل نفسه وجاي باي باي بقى اللي هو بيعمله ده، يقوم يروح. واحد محصل نفسه وداخل شكرا، يقوم يجري على هو، هو يقوم هو خلاص فهم، هو هو بيقرا ان اللي قدامه محصن، بيشوف الهاله بتاعته واللي معاه شايفينها. ده ايه يا عم ده؟ اجري. فدي الدائره بتاعت السحر. تمام. طيب هل عايز يعني انا كده وضحتها ولا في سؤال؟ لا كده حضرتك وضحتها. طيب بس هل دي لكل حد بيشتغل في السحر؟ في الغالب، خصوصا اللي بيشتغل في درجات عاليه. بس طبعا هي مش شرط اساسيا، مش شرط ضروري لكل ساحر. دول بيشتغلوا في الايه، في عباده ابليس مباشره. تمام. طيب احنا هنستكمل باقي الرقيه يا استاذه، اصل هي درجات، مش برضو الناس بتفتي في درجات. هو اي العهد مع مين؟ عارف يعني، يعني درجات زي كده. انا دلوقتي راح اجيب محامي، ها في محامي ب 5000 جنيه يخلص القضيه، وفي محامي بمليون جنيه. ومتى تنتهي هذه الكره؟ حين نعود ثانيا عبادا لله. فان شئتم فاطيلوها، وان شئتم فقصروها. السادة المتابعين والمشاهدين، احنا هنستكمل ان شاء الله في الحلقة اللي جاية باقي الحاجات اللي عند الأستاذ محمد، الحاجات الكتير قوي، عن كتير كلام كتير وورق كتير. والله ألقاكم على خير ان شاء الله، وتابعونا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.